فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك، لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. ومن ذلك أن المصلي إذا صلى وفي قبلته وجه رجل مستقبلا له يكره هذا، بل يميل عنه، لأن في قصده واستقباله فيه تشبه بالذين يعبدون المخلوقين. فإذا كان أمامك شخص جالس ووجهه إلى قبلتك فإنك تميل عنه ولا تصمد إليه. أما إذا كان الشخص الذي أمامك معترضا نائما أو كنت خلف ظهره فلا بأس بذلك. قد كانت عائشة رضي الله عنها كانت تضطجع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها فسجد عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن لو كان إلى المصلي ظهر الجالس لا بأس بذلك، بل يكون هذا من السترة.